السلام عليكم. راح أتحدث معاكم بشكل سريع عن موضوع في غاية الأهمية يتعلق ببعض الشركات التي بدأت تنفذ إلى مناطقنا في الآونة الأخيرة، وهي تعمل باختصار تحت ما تسميه هي شخصيا بالصحة، وأنا أسميه بوهم الصحة. ليش؟ لأنها توهم الشخص بأنها رايح تقدم إلى الوصفة السحرية اللي راح تنظف إلى القولون وتخلصه من السموم وتنظم عمل هرموناته وتنظم نومه وتحسن من حركته وغيرها من عناوين رنانة غير واقعية، وتبدأ في نقلة إلى عالم آخر لا يمت لعالمه الأصلي بصلة، وتبين له إنها تقدم إلى منتجات طبيعية ومستخلصات تم الاعتناء بها بصورة خاصة جدا، ولكن هي واقعا تسوق لمجموعة من الكبسولات اللي الكثير منها موجود في الصيدليات ويمكن لا يحتاجها الإنسان لا من قريب ولا من بعيد. ولكن إذا ذكرت لهم هذه المعلومة يقول لك المسوق، وراح أتحدث بعد شوي عن طبيعة وهوية هؤلاء المسوقين، يقول لك إن هذه الفيتامينات تم الحصول عليها من أراضي وأشجار لم تعامل بالأسمدة الكيميائية وغيرها من عناوين مضخمة وغير واقعية، وكل هذا هو عبارة عن وهم ولا يتأثر به إلا من غسل دماغه. بمعنى إن السعي هو دائما باتجاه توضيح إن هذه المنتجات هي خاصة وغير موجودة في أي مكان، وهذا غير صحيح. تلاقيهم مثلا يقدموا لك بعض الكبسولات ويخبروك بأنها تعادل لفة من البقدونس لأنها تحتوي على كلوروفيل وما شابه من عناصر مهمة كما يقولون، وهكذا. هذا الكلام مضخم وغير حقيقي. طبعا راح تلاحظ البعض يخبرك هو شخصيا بأن بعد حصوله على هذه المنتجات نومه تغير، حركته أصبحت أفضل، وزنه نزل، وهكذا. وأنا أؤكد على أن هذا قد لا يكون مفهوم للكثير من هؤلاء، لأن الحصول على هذه النتائج هو مو بالأمر الصعب وبالإمكان تحقيقه من خلال الكثير من الأغذية الصحية. كل اللي ذكرته هذا هو الطعم الأولي اللي يرمى للشخص في أول مرة، هذا الطعم اللي يتمثل في أنك راح تنتقل من الحالة الكئيبة المأساوية غير الصحية إلى عالم آخر مليء بالصحة والحيوية، وبين قوسين أنا أسميه بالكلام الفاضي واللعب على الذقون. لما يشتري الشخص منتجاتهم تشوفه ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي قوامها هو الإغراء المالي اللي يبنيه إلى المسوقين لهذه الشركة اللي كانوا في يوم من الأيام أشخاص مثله، ولكنهم سبقوه في شراء الوهم والتأثر بنظام الشركة الخطير للغاية. طيب، كيف تعمل هذه الشركات وشنه نظامها؟ هذه الشركات باختصار تعمل تحت ما يسمى بالتسويق الشبكي، وهو واحد من الأنظمة الذكية للتسويق كالتسويق العمودي وما شابه من أنظمة تحول فيها الناس لمكائن تشغيلية بدون ما يدروا بحقيقة اللعبة إلا هم يقوموا بها. بمعنى إن هذه الشركات لا يوجد لها مقر، هي فقط تسوق لمنتجاتها عن طريق زبائنها اللي بعد شراء المنتجات من المرة الأولى. طبعا هذه المنتجات فقط للتوضيح على الهامش توصل سعرها إلى حدود 700 ريال تقريبا، وهو مبلغ مبالغ فيه للغاية، ولكن لا ننسى هي تعزف على وتر أن هذه المنتجات خاصة، وهنا تبدأ اللعبة. هذا الشخص اللي يشتري منها يتحول إلى عضو بشكل مباشر، وبعدها إذا كان قادر إنه يقنع أشخاص آخرين راح تكون إلى فائدة مالية وإلى من سوق له نسبة مالية أيضا، وإلى اللي فوقهم
النسبة وهكذا، ويحاولوا يقنعوه إنك رايح تكون قائد إذا قدرت إنك تستقطب أشخاص آخرين، وهكذا تتوسع الشبكة. وكل ما كانت شبكة الأشخاص اللي تحتك أكبر فهذا يعني زيادة ربحك. لهذا لا تستغرب إن يجيك شخص من الكويت أو من البحرين أو من الإمارات من أجل تكوين شبكة له في منطقتك من أجل زيادة نسبة المئوية اللي يمكن توصل من 10 إلى 20%. بمعنى أن العضو كل ما زادت الأعضاء اللي تحته راح يزيد ربحه، وهذا هو النظام الشبكي باختصار. وتحت هذه المعزوفة الشبكية المادية يسحر الشخص ويسخر لخدمتهم دون أن يشعر، يتحول من ذلك البريء اللي تم اصطياده تحت عنوان الصحة في المرة الأولى إلى مسوق يسعى لاصطياد الآخرين تحت وطأة مطرقة الربح المادي، ويتحول بالفعل كالشخص المسحور. وأنا تحدثت مع بعضهم تشوفه يتكلم عن أموال طائلة بعد 3 أو 5 سنوات وتقاعد مبكر وراتب تقاعدي يصل إلى مئات الألوف وسيارات فارهة وسفرات، ويذكر إلك أمثلة لأشخاص موجودين في البحرين والكويت والإمارات بأنهم قد حصلوا على هذه المزايا، وهي المصيدة الحقيقية لاستقطاب الناس وتسخيرهم لخدمة الشركة. وتشوف هذه الشركات تقيم المؤتمرات في الدول المجاورة، مرة في الإمارات ومرة في البحرين وهكذا، وكل هذا تحت إشراف أشخاص هم في الأساس زبائن للشركة. يعني أنت في يوم من الأيام لو تم استقطابك رايح تتحول لمثل هؤلاء دون أن تشعر. وأنا لا أتحرج وأذكر أن من ضمن هذه الشركات ما يسمى باليونيسيتي اللي بدأت تتفرع مثل الأخطبوط في مناطقنا، مو هذا وبس، حتى غيرها من شركات بدأت ترى في مناطقنا هدفا لها، مثل شركة جولدن كويست وسفن دايموند وغيرها من شركات كلها تعمل تحت نفس النظام وتتغنى بعنوان الصحة ونقل الناس إلى عالم من التكامل الصحي أو الوهم الصحي كما أسميه. أذكر أيضا بأن هناك أمثلة لدول غربية وجنوب أمريكية عانت من هذه الأنظمة التسويقية، وتعرض الكثير من الناس فيها لخسائر فادحة، وبالإمكان الدخول على النشرات الإخبارية حتى تعرف مثل هذه الأخبار. وليس بالغريب أن نصل نحن أيضا في يوم من الأيام لمثل هذه الحالة المأساوية. المشكلة معظم المستهدفين من هذه الشركات هم أشخاص صغار في السن ما لهم علاقة لا في الصحة ولا في الدائرة الطبية بأي شكل من الأشكال. والصحيح أن معظم من يسوقون للشركة سواء كانوا صغار أو كبار هم من هذه الفئة. تشوفهم يتحولوا بين يوم وليلة إلى خبراء في الصحة والمرض وفي الكبسولات الغذائية، يقودهم الإغراء المالي إلى حيث لا يعلمون، وجهتهم مجهولة، حتى أن البعض منهم يتحدث عن تركه للوظيفة. والحقيقة هو أن الشركة ترى أن من صالحها أن يترك الشخص وظيفته حتى لا يرى أمامه سوى أن يذوب في خدمتها من خلال استقطاب أشخاص آخرين، لأن لن يرى مصدرا للمال سواها. لكن في حال كان موظف فهذا قد يجعله يتكئ على وظيفته فيعزف عن العمل معهم في المستقبل. وللمعلومية غالب هذه الشركات غير مسجلة مع أي من المؤسسات الصحية المعروفة عالميا. مثلا لما نتكلم عن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية نشوفها لا تصرح مثل هذه الشركات. صحيح أن بعضها مسجل مع بعض المؤسسات الفرعية، ولكن هذا الأمر لا يكفي ولا يجوز الاعتماد عليه. ورايح تلاحظوا أن بعض المسوقين
يذكروا إليكم بعض هذه المؤسسات الغذائية اللي الشركات اللي هم يشتغلوا معاها مسجلة أو مصرح لها من قبلهم. وعلى كل حال سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة فمنتجاتها لا تخرج عن كونها منتجات عادية أو أقل من عادية، والكثير منها موجود في الأغذية الطبيعية الصحية. وعلى كل حال اليوم المسؤولية ملقاة على عاتق كل من له شأن بالعمل الاجتماعي، وحتى على بعض الوزارات مثل وزارة التجارة، كيف هذه الشركات تنفذ إلى مناطقنا من كل حد وصوب بهذه الطريقة والكل يتفرج وساكت، ونحن الذين نتغنى بعناوين الثقافة والفهم والاستقلالية في الفكر. أدعو الله أن تكون الرسالة وصلت. موفقين لكل خير. محمد آل محروس.